إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقصوا كنا كتاب كي خذ عقيدتك من الكتاب والسنة الصحيحة لمحمد بن جميل الزين أحسوا قام السؤال لباطن يسيديد السؤال الثامن والعشرون سؤال لباطن يسيديد هل يعلم الغيب غيب كم أوجي أحد أحد ما أوجي غيبك أحد ما أوجي غيبك غيبك وحيلا الضمرة كم قنا كقرصون وي حيلا الضمرة كقرصون قف كانوا مهل الجنة مهل النار قف كي هبر هاي ودين طيب مهل الجنة مهل النار راب كجرم اللي هلا قف كان شيران قارمور هاي السنة قف كانوا قارمور دمانا وحوي وحيلا وغيب وغيب غير كقار وغير مطلقة أو الضمة أو كقرصوين سيدا قف كان أهل جنة مسوى أهل النار سيدا وحويان روكي قرمى اللي هلا قرمو أبار لإيمانة قف كان قرمو لمانا وغير الضمة كقرصون وبنو آذن كيولي بچينك كقرصون وبيع كرتا ملائكة قبل كميدة إنو أغادو qof kaan mahallu janna masa waaluna ogonu seeku ogaana arurku marku afar habeen calooshooyadii isku yahay la qora malagi ilaahay ogeysiyo qoriri kaas marka waa ogeyn laakin makhluuqi kalama oga marka qaybka qarna waa qayb mutlaqa qarna waa mid oo ah nisbi mutlaq waa mid allah ma cid kale isan ogeyn qiyaamu gormu dhacaa oo kale ilaahay ma cid kale ma oga qarna waa mid oo nisbi ah ونسبي حالو لجيرا مثلا بادية كالونتي بادية هلكي جوكته قفك بادية اكداقه اذا سوه يغنيش جوكته إلا وابهيا لحن هذا هالشي كان مقنيت ننجيري سيكو درم سوه اوغي محايل اكتي سيبه تاقيت هاشان لكن وحال دادك كالي وقفك اي كالونتي وكمدي هاي مال اوجير ميقا بادي باس كوه كرنا والامي كتاب قابلو يالكو والامي ما اي اوغا مال اوجير مال اوجير ميقاني ما يقانين مركا غيبك الله ما هنا عيد كلمة أوغا غيبك الله ما هنا عيد كلمة أوغا هل يعلم الغيب غيبك ما أوغا أحد الجواب الثامن والعشرون لا يعلم الغيب غيبك ما أوغا أحد قفنا إلا من أي أوغ أطلعه الله إلى هاي دالع سيئي ومن الرسول الرسول شاكا متأ وحا أوغ أو كليئة غيبك وحيا ليرا كمتأ رسول شاكو إلى هاي دالع سيئي لا يعلم ما أوغى الغيب غيبك أحد قفنا إلا من قف أمباؤك أطلعه الله إلى هاي طالع سيئي قفك مطلق معه ولقا كشفك اللوفة يدو ألا دالع سيئي كتوابا لك كيدي أو من الرسول الرسول أه رسول شو حيلا قيب أوغي نجل شان نرى إيا النار تاكم إذا هو قيب الضمد وككر سيئي وان اللو وحي يدو أوغي وحاكم إذا وحيالك لو في التن دع أيضاك لأكل زمانك أوكال ونبي غير marka qaybiyaadka waxyaala yar oo kamid ah oo nabiyaalka la dalacsiyay jiray oo la dalacsiyay jiray id kale qaybka waxba kama oga qala taala ilahi wuxuu yiri marka xalaas la dalacsiyay nabiyaalku qofkay u sheegay dariiqa nabiyaalku ka ogaada saw qala taala ilahi wuxuu yiri aalimul ghaibi huwa allah aalimul ghaibi waxa maqan waa mid ka og fala yudhiru umana muchiyo ala ghaibi ghaibkiisa xataa qofna إلا من أحد أي أمتي ارتضى إلى أرالي كان نقضي أو من رسول رسول أه فيه رسول أه عالم الغيب هو الله عالم الغيب وحا الضمد كان مقان ومدك أب فلا يظهر أممتي الله على غيبه غيب كيس أحد قفنا أممتي ربك قرم الدعاء أبارت قرم إيماني نبت قليا قرم الليلة أرات قرم السولة عدرك قرم السولة عصمت قرمو إمانا قف كانوا مع أهل الجنة كانوا مع أهل النار
إلهي با أوك أساق كرغيسو فلا يظهر أمم موجي على غيبه غيب كيسان أحدا قفنا أحدا وانكرا في سياق النفي التحمم ملكا هذا جنها هذا وحربها هذا إدو رباد أمم موجي إلا من أحد أمم موجي ارتضاء رالكا نغضي إله أمي رسول 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 على قصورهم رسول شاء إلهي وإنا غيبيات وحيالات كميدة واحد بالعصية جانا دي نارتا كميدة كورامي واغي waa kamida aakhir zamanka fitanta iyo sharta dhacayda waaqay marka waxyaalaha soo kaleeto qayb kamida inuu daalacsiyo ilaahay waa dhacdan nabiyalka hadii rasuul lagu qeydo waxa ku tusayda qof kale hadaa tirada qofkan ayaa qaybki ogow alla daalacsiyay waxa uu leeyahay alla ma daalacsiyaba alla asaga wala aru ma daalacsiyo fala yudhiru ummuchiyo ha alla u feeyday badile alla kulli war uma feeydo aru dadkan anna bi umba misaalka gabal kamida arimaha gabal kamida aan daalacsiya marka ilaahay ku bee abuuray asaga diiday alle nabiyaal kale tikooda lama dhin loox naxfudka daalacada ilaahay kitaabkiisa meel uga ma taan ma jiro nabi loox naxfudka daalacada nabiyaalka waana banu aadanka kuwa ugu fadliga badan hadana ma jiro nabi yiri anuu loox naxfudkan daalacada ma jiro nabi ilaahay yiri loox naxfudku daalacada ilaa loox naxfudka duu daalacdo dhamaan geybka dhacaayo dhan ayuu ogaalaa aa marka ma jiro hadaan marka nabigi qayb wada ogeyn cid kalena ma oga allana waa ka anfiyay qofka sheegana waa shaydaan qofka u rumeyana waa ku kufay diinka nabiga wa qaala nabigu quri sallallahu alayhi wasallam laa ya'lamu al-ghayba qaybka ma oga illa allah allama cid kale ma oga hasanun hadithun hasanun wa hadith hasan ah rawahu tabarani yuri sahih bukhari waxa ku yaala nabiga hortiisa gabar ka tii wa fiina nabiyun ya'lamu ma fi ghadin dhexdayada waxa jooga nabi bari waxa ku sugan dhog nabi waa ka afi waa uud gabadha soo diiday laa taquli hakala hadhinuu wa quli kama kunti taquli sidii markii hore dhayd waxa la hore oo aabayalkii gabar la aroosay aabayalkii ku amaanayeen sidii hore dhax laakin tan hadhinin saasu nabi ku yiri sallallahu alayhi wasallam nabi xidhan laa ya'lamu ma fi qadri illa allah waxa bari dhacay allah maan cid kale ma ogeyn xafna xajir xasan uga dhigaya qaybtaas dambe oo ah laa ya'lamu ma fi qadri illa allah inuu nabigu yiri حسن وخريجة في الباري مركة غير انت الله كليه ما تشيرو النبي ودعوه نبي الله نحفوظك بارع ده ملك ودعوه مدنة ما تشيرو الله كليه الله كليه نبي يالك الهي قيبية ريق وكم ده غيبيات الهي الدالة حسية خلاص عد كلمة اوه عد مركة شاكتا الهي كتابك يسيبيني عد كرة عضوط الهي وحبي الهي كتابك يسيبيني نبي وابيني السؤال التاسع والعشرون سؤال شلباتن يا سغال ايضا هل نلبس محرمين الخيط دونتا والحلقه تا اي وريغا بيرتا وريغسنا مارتا لشفاي عفما هل نلبس محرمين الخيط دونتا دون اوكله كعما يا ما سغ خيرينا انا عفمات كرادي والحلقه حلقه دو واشي وريغسن وماريا رغانتا لا غشلو كلي وي oo jahiliyadii hore to agaanta gashay jiray waxay leeyna xanuun leeyda qalaw oo garabkaas ku dhaca oo gacanta hoos u dabcayda garabkaas xanuunayo aa laga gashaday dhig jiray gaalada hore dhig jiray ma banana waxe marka qaar waxay gashadaan daraw yar oo madow oo fuustada saliid lagu keen afkeeda ku jira aa oo saas u wareegsan darawgaasi caafimaad ka raadaan darawgaas ay isleeyeen qalawda iyo xanuunka garabka ku jira ha bixi oo bixina daraw yar miskiin هل نلبس محررين الخيط دونتا والحلقة تبيرت وريبسن لشفاي عفمات موحررين جواب الجواب التاسع والعشرون جواب طلباتن يساقال ايضا لا نلبسهما دونتا يبيرت وريبسن حرمين عفمات وحرمين عفمات كرادين منه لا نلبسهما حرمين لقول الله قولك سو دليل تعالى الى واسريا الى وحده وان يمسسك الله الله توك تابسي بضر ديب فلا كاشف مد فيدي كان له ديبك وما سنن الا هو اسر ما هنا دي الهي ديبك هو كينو حنونو كو كيناي و هو كو كيناي قبل و هو كو كيناي عبسي اوراد و هو كو كيناي ابار حدو الهي ديبك كينو ديبك اسغ ان با فيدي كان حقي سلااد ورا علاعل طريق ان بنانين هكا ريدي waxeega u tagi biraha gacmaha iska sursiri waxa saxba ma qaba karaan taqtar aadi ina u tagto
oo wax oo ilmi tajruba uu ku soo ogaaday ka hadla shaqo uu ogol yahay laakin qof kura feysta oo asagu ilmi tajruba uu ku ogaadeen aan baran midki diinka allana ka soo horjeeda kaas waa xaraam inuu tagto ma banana wan yamsaska allah hatu ku taabto bi durrin dib fala kaashifa mid feyda loo dib kaas ma sugnaan illa huwa asaga maahan wa qawlihi wa qawlihi wa dhasriga lam taas ay ku caafanta li qawlihi ta'ala li qawlihi da sore iyo wa qawli nabiga qawlkiisa u dalila inaan la xiranayn nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam amma innaha halqada nabiga wuxuu arkay sallallahu alayhi wasallam nin oo bir yar oo wareegsan oo maar ay gacanta ugu jirto markaas wuxuu ku yiri haashan maxaad u xirata markaas wuxuu yiri qalaw qalaw ay ugu dhacdayo garabkaasi maana ku dhacda marka qalawdaas aan ka xirto qalawdaas ayaan ka xirto markaas nabigu wuxuu ku yiri amma innaha birtan wareegsan oo maarta laa taziiduka ku siyaadimi ilaa wehna dacfi maahan dacfi ay ku siyaadina xanuunkaaga xanuunkuugu dare shaydaana afuufa qofka markuu gashado maadaama uu shaydaan raali gareeyey oo ilaahay uu caasiyey shaydaana xoogaa afuufa afuufyadaas wuxuu mooda inuu raystay hadduu siibana sidii uu xanuunay afuufyadu ka dayna marka afuufyada xuntaa shaydaanku wuxuu moodaa inuu roonaana markuu birta gashado intaasuu moodaa kabuubyada shaydaan amma innaha birtan wareegsan laa taziiduka ku siyaadimi ilaa waana dacfi maahani in bidha tu anka xaggaaga ka tu in bidha anka xaggaaga ka tu fa innaka adiga law mid tahaa taad dhimato maa aflaxta libaani maydin abadan weliga ma libaanays taad dhimato iyadoo bahashaan kugu jirto gacanta ma libaanays weliga libaani mays marka waxay ku tusaydaa inay tahay shirki sababtoo ah haddaan qofku shirki ku dhicin hadduu dhinto isagoo iimaan leh jannu galaa haddii xataa marka hore cadaab la geeyo aakhirka janna waa la geeyo laakiin weligiis qofkan liibaani waa qofka shirkiga ku dhinto marka inay shirki tahay ayay tusaydaa oo allah caafimaadka laga dalbi jiray ee meel aan caafimaad alla gelin oon sababba alla ka dhigin uu sabab ka dhigay marka waa shirki amaa innaha birtaanu laa taziiduka ku siyaadima ilaa waana dacfi maahane in bidaa tuur canka xaggaaga ka tuur فإنك هذه اللومتة هداد بمطو ما أفلحت من ليباني أبدا ولقى صحيح حديث صحيح وحديث صحيح رواه الحاكم حاكم يوري وصحاه وانا صحيح يلي ووافقه ذهبي ذهب نواك وافقه السؤال الثلاثون سؤال الصدون أيضا هل تعلق الخرزة حيقة ما اللحرة وقيل ما اللحرة والودعة على ما اللحرة iya wa nahwu huma wa lamida wa nahwu huma alleda horta wawda waa guda nahwu alleda haana maahan wa nahwu huma alleda tasmiya laga dhiga ila laba shay la soo sheegay al kharizatu wal wada'at huma wima hal tu'allaqu al kharizatu hagaba wa kul wa weyn geela loo xiro kul wa weyn oo geela surka looga xiro weyn cudurro iyo balaayo looga ilaali taga alaashuna birayr yar ala badda xeebteeda laga soo aruuriyo halay bir maahan halay yar yar oo cad cad oo waxa weeyaan bad xeebteeda laga soo arbiyo iyagana xariga lagu tixaa aleela la yiraahdo dhiilaha ayaa lagu qurxi jiray markii hore marka sabtiga iyo aa lagu qurxi jiray marka dadaa barakeysta hal tu'allaqu malahira al-kharizatu hagaba wa kul waawayn geela ayaa lagu xiraa isha ayaa looga ilaalaa halay wal wada'atu alaysha alaysha halay yar yar oo waxa weeyaan cad cad oo bad xeebteeda laga soo aruuriyo weey ونحوهما يا وحلا مطا الجواب ثلاثون جواب تصدنا ايضا لا نعلقهما محرين مأوي من العين الك محرين بما انه علال اي حاجة الك الالين هشا وين عانه بضا او ادو قيمه بضا الوحرة حاجة دا مارك وحل ليه وحاس وابين الك علمي كوشاس انتا كوشاس الك علمي لا نعلقهما laa nu'alliquhuma musanna meesha laga raba oo ah al-kharazatu wal-wada'a laa nu'alliquhuma ma xiranayno oo geelayaga ku xirimayno iyo dadkayaga min al-ayn illa ka xiramayno oo dhimayno ilay difaaci ilay difaaci dhimayno waxa la mid ah bala inta biyo badeed lagu soo shubo tukaanka la surto oo la leeyahay ishay cilinayeen biyahaas biyo xuma dhalaan badas laga soo qaado hay cili kara ishaadu baxarka dayda alele meeshaas inta la suro marka biyo badeed weey oo dhanaan ah ayaan markay surnaadaan wasaqa ka dhalanay gaasalale waa ishi bir aadan ka aruurtay ham imisa il qabatay alale
marka waa ilaahay yar meesha u suuran qofka waa dalaal oo isla yeesharu ka ila hasbunallahu wa ni'mal wakeel laa nu'alliquma haga iyo alal xiramayno min al-ayn ilka xiramayno li qawlihi ay qawlki saw dalil ah inaan kuuru xilay ta'ala ila wasara ila wuxuu yiri wa yamsaska allah allah tu kugu taabto bi durri dib dib hatu ilaahay kugu taabto fala kaashifa mid fayda lahu dibka uma sugnaan illa huwa asaga maahan alaalina cili karto xeega ma cili karto biyo badeed ma cili karaa wax ka cili kara asaga laga arkaa asaga maganba asaga maganba wa qawlihi wa qawlihi wa laanta wa asiranta li qawlihi da horay ku cadfanta iyo wa qawlihi nabiga qawlki sawdani la sallallahu alayhi wa sallam aw nabigu yiri man alaqa qofki xirta tamimatan makaran faqad asharaka ilahi u shariki yeela tamimadu waa qardaasyada makaranada xirsiyada wey oo la leeyahay qofkan waxa weyn cudur si looga celiyo hanta warqad yar wax lagu qorqoro ha lagu xiraa qaar dhexda looga xiraa qaar gacmaha looga xiraa qaar surka looga xiraa marka warqadahaas qolada waxay ku xiraan qolada waxay ku qoraan qaar wax jira kun yahu al qoray yahu 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 kun habo marka saqafki laga laa waxa yahu celinay qaar wax yaala kala tas shayaadin magacyada ku qoraan qaar waxay leeyeen asxaabul kahfi magacyadoodu ay ku qornay maksara miina tamliqa mardunas maymunas wasara yunas falyastathnunas wa yaala saas ya sheegay inay yihiin asxaabul kahfi magacyadoodu hatta jinni ay aragan inay yihiin adeeg ka toos magacyadoodu waa qisas iyo kutuba laga soo qoray qisas ee hadiis saxiixana looma hayo aayad quraana looma hayo haddii yihiin latirkeeda oo la yiraahdo waa magacyadii asxaabul kahfi asxaabul kahfi dad wanaagsan oo dhintay ahaayeen qof dhintay magciisa inaad qorato itira sharu ka celin waa cibaadadii nafsuha ha maydkeed marka aad leedahay dhibaato uga celin oo caabud maydkeed caabud waa arrin khatar in badan aan lagu qoro maqsara miina tamliqa mardunas laynunas wasara yunas falyastasnunas waa lagu qoro guriyaha la dhiga warqadaas oo leeyahay shari ka celinayo marka waa aynul cibaada waa magan gelid ayaga la magan gala sharay laga magan gala magan galka Allah iska laha qul a'udhu bi rabbin nas waxa magan gala rabbun nas sidoo magan galayda ashabul kahf man alaqa uyri nabigu sallallahu alayhi wasallam qofki xira tamimatan makaran faqad ashraka ilayhi shirkiya oo waxan Allah ahayn uu yiri sharu cili kara ilayhi shirka kala dhigay sahih hadithu sahih wa hadith sahiha rawahu ahmad awriyi At-tamimatu tamimada makaranka Al-kharazatu wa kusha Awil-wada'atu wa alasha O tu'allaku laga hirta minal ayni isha yukumayyada Ha-ha tu-hegada Ha-ha tu-alasha Ha-ha tu-hirsiga iyo makaranka yukardasiyada Kulli wa iskumi At-tamimatu makaran Al-kharazatu wa kul ama hego Al-awil-wada'atu ama alayl O tu'allaku laga hirana minal ayni il yukumayyada ila la isaga ilaari tage wa dala ilka elimeyda ee shirka ya ka carab hadii warqadan quraan lagu qoro laftirkeeda shirki markaas ma quraan kaliya lagu qoray qofkan markaas leeyga quraankaas caafimaad ka helo laakiin markaas laftirkeeda waa banaanta macneedu ma sababtoo afiri quraan lagu xir qofkan aruur yar wey kaas leeyaan qumaysan quraan suuka looga xir ku dhareere wasaqda ku shubme diinka allah la ihaanaysana waa gaalnimo ha diinka allah la ihaanaysa ma banaa waa gaalnimo dareerkaas asu socdo markaas wasaqda kor fuulayda marka qol hadii looga jibo qol fuulayda ka dhaca dhuxulad madrado inta wasaqda ku noqoto waa quraan aan lagu leey gabar allah wuxuu raad dhaxda kaas ay caadadi dhiig ka socdo suuriye la gali waxa weeyaan ayadu seetay kaashe markaas war aawe diinka xurmadiis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waarin aad qatar marka quraanka ku akh marka hadii warqada quraanku qoray ayuu shirki ma ahanay qalad kala laga cabsana dib kala laga cabsana markaas ma garato marka ku akh quraanka illa in heeray salaama ogola ku akh marka quraanka hadaysan quraan ahayn oo sida ay u badan yihiin xilaan kale ay yihiin hada waa shirki markaas as-su'alu al-hadi wa thalathun su'asha oo soddon iyo koobeya ma xukumul amale ku dhaqmida xukunkeedu muxuu yahay
بالقوانين قوانين تلغو دقمو قوانين تال مخالفه خلاف سن للاسلام اسلام ما هي تايكون كيدو قوانين تا اسلام كدين تا اسلام كخلاف سن لغو دقمو قوانين تو علي ولا جيدا تساتيرتا او بر ادم كو ادكسبا اصل وها هو تستور كفرنسيسكا اسغا سا ماركا ادونكو ككلقات هادانا وضمان المسلمين تا لو سو دوفي وضمان دان او مسلمه وها اركيدا لليهي تستور لو دجينه hada wadanku haddu dadkay ku nool muslimiin muslim ku waleeyahay kitab ku dhaqmo kitabka alla u yaala sunnada nabiga u taala faafahina dil loo rabo culimada muslimiin ta sharxeen tafasiirti ay ugu sharxay quraanka xadiithi waa la sharxay fiqiye ka qoray fuqahaada muslimiintu wax walba waa cadihi hadii marka la yiraahdo kitabki alla iyo sunnada nabiga waqtiga lagu ma dhaqmi karo ee qaanuun waqtiga la soco karana hala sameeyana wa galima bananka taala oo waxay noqonaysaa ilaaha kitaabka soo dejiyay nabiga soo diray sallallahu alayhi wasallam quraanka iyo xadiithkan uu wixiyay nabiga maslaxada ummadan ma yaqaan saasa ka iimaaneeda waa galima cad oo bananka taala waxa la rabaa ummadu haday muslim tahay dastuur waleeyhi kitaabkaas alle iyo sunnada nabigoodaas inay ku socdaan ilaa isaga ku kala xuguntama asagaas in lagu socdo asagaas lagu kala baxo asagaas wadanka xugu looga dhigo wax yar iyo wax weyn ba asagay ku yaaleen ku cadihi hadii sharax la rabo la dhila wala sharaxa caamo iyo baarlamaan ma sharxi kara sanada iyo qaniin mujtahidiinta muslimiinta sharxeen ayada faafahinta laga fiirinay wax loola jeedo marka dad muslim ah uma bannaana inay dastuur kala qaataan waana isku mid dastuurka ay dejiyaan baarlamaanada iyo xeer dhaqanka odayaasha dhaqanka reer miyigu dejiyaan waa isku mid labadaba waa dalal ووحد بنو آدم دجي وقوانين ضلال ما حكم العمل إن لغو دقم حكم كيد محوية بالقوانين قانون يالك قوانين تأل مخارفة قرافة للإسلام الدين كإسلام الجواب 31 جواب تصدن لكوبيدة العمل إن لغو دقم بالقوانين قانون يالك قوانين تأل مخارفة قرافة للإسلام إسلام كفر وقالنمو وقالنمو إذا أجازها قفها طوبانيه دو يراهده وابنان تهتدكو إنه قانون سميستان قانون كاللغاهات لا أولي وكفرقة وحلال حرام هده لغاهاتو دي اللي يراهده وحاسوا حلال قضو هبلات لغا وحاسوا حرام قضو هبلات لغا قو كدن بغاسكالا ساسا الله عقابة قضو هبلات لغا ومكاس لكن هده قانون كوياه إدار وحوين شاقه ساعدة ساحفيسك الدولة اللي سوغالة ساعدة سالغاها وحا wasaar hebla iyo wasaar hebla wasiirkaas ay hoos tage wasaar hebena wasiirkaas ay hoos tage qaabkaas haday tahay qaabkaas waa banaay ah taas waxa weyn culimadu isku ma khilaafaan wadada baabuurka u socda xaga wuxuu maraya seedka midig kan xaga u socdaana seedka bidix waa wax idaare iyo maamul ku saabsan shirkadaha ganacsiga adduunka ka shaqeeya kulligood way leeyahay dastuur saas idaare leeyahay shirkadu qaabkii u shaqeeyay qaabkii xisaabtan dawladdana qaabkaas oo kale waa qoro kartaa laakiin maxaysan qoro karin oo marna banaanayn wa ahkam ah waxaas waa xalaal qodobkaas adiga waxaas waa xaram qodobkaas adiga qofka zaniga qodobkaas lagu ciqaaba qofka tuuga qodobkaas lagu ciqaaba qofka qof dilo qodobkaas lagu ciqaaba arimahaas allah iskale wa shar'i wa diin alla soo dejiyay ku soo dejiyay raaca mid kale to qilaabsan diin la degsado waa gaalnimo oo la yiraahdo waa banaanta ah in lagu dhaqmo gaalnimo la isla waafaqsa culimada muslimiinta weeyaa وانا كفر كتابك العدين وكفرية العمل اللي قد اقمه بالقوانين قانون يالك قوانين تا المخالفة اقرة قوانين تا المخالفة المخالفة لانتا والهوص لغا قوانين تا المخالفة قلافصا للإسلام الدين كإسلام كفر وقالين قوانون كستوب بارلمان دجين الدين كالقلافسين حيلا بارلمانكو ما هم فقه هذه المجتهدين المسلمين maahan markay dejinayaan kana soo qaataan kutubta maraajiicda muslimiinta ee qawaaniinta caalamiga ah la yiraahdo laga soo qaataa bal waa la raadiyaa sharci iyo qaanuun la dhiraado oo sharciga iyo qaanuun uu yahay qawaaniinta caalamka ee gaalada ay degsatay ee uu sanahayn sharcigu yaqaana kitaabka ee sunnada nabiga taa sidaas loo raadiyaa loo raadiyo fuqahaadi ku taqaqustay kitaabka ee sunnada nabiga ma loo raadiyo ah ku soo kuwa la dagaalamayaba oo la dilayo xabsiyada ku ura kuwa inaa ka qaadan ma ka qaanu la dejinayo marka waa kufr iyo gaalnimo
in lagu dhaqmo qawaaniintaas goormay gaalnimada tahay ila ajazaha haddu banayo mid ka deji ama konkon ku dhaqma oo ila qawaaniinta la tixgeli kara aw iqtaqad ana u aqideeyo salaahiyataha inay usubato umada in lagu dhaqo tu yiraahdo waqtigan ayada la soco karta qawaaniintaas la jaan qaadin karta hadda waxa weyn tiknoolojiyada caalamiga ah iyo adduunka horumarka u marayo ee lama soco karo dadka kitaab iyo sunna ku dhaqma ee waxa la soco kara qaanuunkan in lagu dhaqmo haduu sidaas aqiideeyo waa gaalnimo banaanka taalo qaala taala ila wuxuu yiri wa man qaf kasta lam yahkum an wahkum min bima dinki anzala allah allah soo dejiyay fa ulaika tadkas an dinka la wahkum min humu kafiruna ayaga gaala wa man qaf kasta lam yahkum an wahkum min bima dinki anzala allah soo dejiyay fa ulaika kuwas humu kafiruna ayaga gaala وقال النبي قيري صلى الله عليه وسلم وما لم تحكم وحكم حكم الديدان أئمة الإمام يالكود بكتاب الله كتاب كألة ويتخير مدور الديدان مما أنزل الله إليه سودجي إلا هذا كتاب كألة وحكم حكم الديدان ويدين كألة دورة وإيان جعل الله الله وغيالا بأسا بلا يدود بينهم إحيوض أيو يالا فيه حسن الحديث حسن وحديث حسن رواه ابن ماجه وري وغيره نبيو ان صوبا صلى الله عليه وسلم كل حديث كان حداي ائمه ومدخره حداي امه مدخدودو كتاب الله وحكو حكم ديدان او اي دوره ديدان دينك الله سو دجيه الهي وين امه تصحيحه قلاده ككيه ولا اسدله هبل هبل دلي الا كتابك الله تدكو كلينيه نبت جليو اها ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب إلى وحولي ياك وقصاص تقف كقف دلو اللوب دلو نرو أياكو السوغة دادك عقل غلاهو أو دادك عقل غلاها مقن جلية كتاب كألة نبت جلية أيات الهلي ساني مركة هدين مراحضو أي كتاب كألة وحكو حكومي ديدان أو أي دورة ديدان دين كألة وحكا لدورتان حيرو مقن قبيل أما قانون برلمان ديجي واحد أغانا إذا إلهي أمدس علادو كدحشدا بلايا كدحدا على marka hadii nabad galiyo iyo amaan la rabo wanaag hadii la rabo waa in kitaabka alle la doorta nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wama lam tahkum wa hukuma hukmi diidan a'immatum imam yalkuda bi kitabillahi kitaabka alle wa yataghayyaru mad dawra diidan mimma ki anzala allah alla soo dejiyay illa hadaysan wax ku hukmin kitaabka alle oo aysan dooran diinta alle soo dejiyay جعل الله الله وحو يالا بأسهم لباتدوبة بينهم إحيودة أولادا إليه إحيودة يالا حسن حديث حسن وحديث حسن رواه ابن ماجه أيوري وغيره السؤال الثاني والثلاثون السؤال الثاني والثلاثون سؤال صدن يالله بيضا كيف نرد سؤال الشيطان شيطان كسؤال شيء سانس كبير إلينا من خلق الله الله يأبو رهدون ويديو شيطانك وعدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو إلا وقال شيطانك عدو ونوية عدو كبكت على وديس واحد جايسي سنت إنو كو سواسي أوكي إيك يا أبوري مكاسة واحد مودة سؤال في عن إنو صوضو خاصة لها الله أبوري تقاسو كلي عرشنا الله نولكنا الله مخلوق ودن الله الله لفكيسي يا أبوري وكلي ها مركا ميال قد أرى إنو كو ردو مركا وقتاك سؤاشة مركا وحالة ربا وكوي ديساد وجواب لها كيف سيدنا نرد علينا سؤال الشيطان شيطانك سؤال شيسا او نويدي من خلق الله الجواب الثاني والثلاثون جواب تصدن يا الله بيضا اذا وسوس الشيطان شيطانك ودو وسواسيه اذا وسوس الشيطان شيطانك ودو وسواسيه اللي حدكم قفل كمدا هذا السؤال سؤال كان دوك وسواسيه حقيقة وشيطان وسواسيه سؤال شيطانك وسواسيه إذا وسوس الشيطان شيطان هدو وسواسيو لأحدكم قفل كمضة هذا السؤال السؤال كانوا كو وسواسيو فليستعيد بالله اللهم غنقل فليستعيد بالله اللهم غنقل قال تعالى إلى وحيري وإما ينزغنك هدو شقيو من الشيطان الشيطان كحق سحالك هذا نسخ شقين وسواس هدو وسواسيو فاستعيد بالله الله مغنقا ها وإما ينزغنك هدوك الشقيوك وسواسيو
من الشيطان شيطان حقي سحالك هذا النسخ وسواسين فاستعد بالله الله مغنقل إنه الله هو السميع والله مقل بضان العلم والله علم بضان حدي أرنت الشيطان وكو وسواسيو إلهي مغنقل أعوذ بالله من الشيطان وشمنه إلهي كمانقل الشيطان حديث لقفقه إلهي كمانقل إلهي كمانقل ساسا القدوية إذا وسوس الشيطان وشيطان هدو وسواسيو لأحدكم قفل كمدا هذا السؤال سؤال كان كو وسواسيو فليستعذ بالله اللهم مغنقلو قال تعالى إلى وحيري وإما ينزغنك هدو شقيه خطيقة مركات كحينة أرشى اللو قمد بوضادة تاسع لنا ذا نزغي هدو شقيه وسواسيو وإما ينزغنك هدو كشقيه أو كو وسواسيو من الشيطان الشيطان حقي سحاوك هذا النسخ وسواسين يشقين فاستعذ بالله الله مغنقل دي شيطان هو سواسيو الله مغنقل إنه الله هو السميع والله مقل بضان وقفكس مغنقل ومقل العلم والله علم بضان وقفك إن وحلقة أقبل مضان إياقنا من واكل إياقان الله والله علم بضان وعلمنا الرسول رسولك وحو النباري صلى الله عليه وسلم أن نرد إنا نعلنه كيد الشيطان شيطان كمكري سيسير قول كيسا أو نقول أن نرامه نقول أدلاذا لم تقول كرد لديه نرد إذا سيكو عطفانتي أو نصبي سنو أنت نصبي لديه وعلمنا الرسول رسولك وقو نباري أن نرد إنا نسكعلنه كيد الشيطان شيطان كمكري سيسير قول كيسا أو نقول أن نرامه آمنت بالله الله رميه والرسول رسول شيسا ورميه ساسا ده دي شيطان وحاس كوك ايو اوكر الله يا أموري وعلى ذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنت بالله وبرسوله قل هو الله أحد أدخينا مرة قل ذا نبغى سبحانه هو أرنكو الله الله أحد مت ويهوي الله وامت ذات دي سوى مت ما تعدده صفات دي سوى مت أحد شبه مجره أفعاش سوى مت أحد أيضا قال سميك رمالي الله وامت قل ذا نبغى سبحانه هو أرنكو الله الله أحد مثل يهوية الله الله الصمد وسيد كبناها اللي لقسته سيد ككامل كا وباهدة يطناها للا أدوي وأحد كلا باهدة وحكا بكرا وسيجين الله الله الصمد وسيد ككامل كا وطناها يا باهدة للا أدوي لم يلد الله سوح مطالين ولم يولد الله مطالين الله مطالين ولم يكن احد قفنا معهم كفوا مد ادك من له الله احد الله ادك ما شبهنا ما بتجرو ولم يكن احد قفنا معهم كفوا مد ادك من له الله انت اسمك اقريدو ثم ليطفل حتى فوقك عن يسار بدحي ثلاثه صدح قرنوف وطف شيطان كنك في حداو كيما هذا عنوف صدح بروجي وطف على الله كو دعه دينك هو رباينو كافينيه ثم ليطفل هطفو عن يسار بالحديثة ثلاثا صدح قر وليستعيدها كما قال قفكو الله من الشيطان الشيطانك ولينتهي هناك تشوك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدح قرن تعلوف بدحة أطفتو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تراهضو خلاص مرضى منه كسي فكر السؤاش كتشوك ولينتهي هكا تشوكوه ثم ليطفل هطفو عنه عن يسار بالحديثة ثلاثا صدح مر وليستعيد همغان قالو إلهي من الشيطان الشيطان همغان قالو ولينتهي سؤال شاسنها كتشوغ يفكر كده فإن ذلك أرنكاس يذهب عن قفك ويكتغي قفك أرنكاس ويكتغي وسواسكاس واكبع بعض وإنت السمعي وسواسك واكبع بعض واكبع بعض هذه معاني دانو خلاصة الأحاديث أحاديث خلاصة دي حلكو ديوي أحاديث الصحيحة تصحيحة أحاديث بضانا صحيحة أما كلا يسكت دارو معنيه إنتا نقنع هذه معاني دان أنصار شغل وآه إن لا يراهدو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن لا يراهدو إن لا يراه آمنت بالله والرسوله قل هو الله أحد الأقيو لنا حد بدح لا صدح بارعنوف لا طفو إلهي اللي قمنا نقل شيطانك فكر كأرنتا اللي قد شوقو إنتاس أحاديث الصحيحة هي شغل هذه معاني دان خلاصة الحديث وحديثة خلاصة دي حلكو دي أحاديث الصحيحة صحيح أحاديث يلا صوق لا يلا صوق قريوي معنيه أحاديث الواردة كصو أررتي في البخاري بخاري إياه ومسلم إياه وأحمد إياه وبداود
السؤال الثالث والثلاثون سؤال صدن يا صدح أيضا هل يصدب الشرك شرك ما سببا شرك الأكبر وين كبدا الخلود إن لغو عرف في نار النار شرك وين قفك تقول دعو مكين يا أرنكاس قفك أسئل نارت إلهي كو عرف نحوذ بالله منها هل يصدب الشرك شرك ما سببا السبب ما أنقضا شرك الأكبر وين كبدا الخلود إن لغو عرف في نار النار الجواب الثالث والثلاثون جواب تصدن يا صديح أيضا الشرك الشرك الأكبر وين كبدا يصدبه السبب أنقضا الخلود وارتان في النار النار تلقواره قال الله الله قل تعالى الله واسر إياه إنه شامي من يشرك بالله قفك الله شريك يالا فقد حرم الله عليه الله قل كحرم تنمي الجنة الجنة ومأواه قفك سميشه ينا النار والنار وما للظالمين مشركين تنمسون عن من أنصار القوة وقرقارة وعذابك لك الدفاع jawaabti marka waxay noqotay shirki akbar ah qofka uu ku dhaco dambigaas uu sabab u noqono qofkaas uu naarta inta gal inuu kuna waaro waa ku waara macnaheedu waxa tahay marna ka bixin ma naxuud billahi minan ma ashirku shirki gal akbar weyn ka badan yusabbinu wuxuu sabab u noqda al khuluda waritan fi naari naarta lagu waaro qala allah ila wuxuu ta'ala ila wasareeyay innahu shaniye man yushrik billah qofka allah wax la wadaajiye فقد حرم الله الله كحرمتني عليك كيس الجنة جنبا ومأواهم يشوه ينا النار والنار وما للظالمين المشركين تنمسون من أنصارك وقرقار عذابك لك سوصار وقال النبي الوحيد صلى الله عليه وسلم من لقي الله قفك إله لكل ما قفك للتقوى آخر التقوي من لقي الله قفك الله لكل ما يشرك به حال الشريك يليه صدو الشرك كتير قفك دلتا داخل النار نارتو قلح نارتو قليه aroo shirki ku sugan hadaad dhimato ilaahay aad shirki aroo xambaarsan ula tagto naarta ala galeeyda naxuud billaah hadda inta goor goorta ka rawaah muslimi wari as-su'aalu ar-raabi'u wa thalathun su'aasha sadr ya afraya hal yanfa'u al-amal wax ma tara ma'a shirki shirki la jirkiisa qofki yo shirki xambaarsan amal saalix wax ma tara wa tukana wa suma wa sakina adkaru akhina alla yaqeekisno isla caabuda ali awri allah ilay ali awowo ali uga sidi laga xana nugeyo ulay ilahi qeyrkiisu naga ka gala ilahi qeyrkiisu shardi ka xirana markaas u dhintay naarta alu gala amalna ma afacay salaadu kan saxime son kama ansaha seka kama ansahaydo wa amalo saliha kan saxima qof shirki akbar ku sugan la yanfa'u al'amalu amal ma anfa'ayo ma shirki shirki la jirkiisa liqawliha la qawlkiisa no dalila تعالى الى واسر اياه عن الانبياء النبيالك الهي وحيري ولو اشركوا حتى الشرك كل الهي النبيالك لحبيد وحا كبر لها عن الحقود ما شيء دمانتيس كانوا ايه يعملون كوصمي والنبيالك سيديت يطور النبي آيات دهور الوصوشي آيات دهور سورة الانعام آيات كور ايه وحاوين آيات دهان سيديت يطور النبي اللي سوتيري مركز الهي الوحاس النبيالك haddii shirki ku dhicilahaayeen dhamaan xamaashadu waa buri ka waran marka dadka kale nabiyalka Allah ilaaliyo waa macsuumina shirki ka yihiin Allah ka ilaaliyo waxa la raadad weesha gowrac dib u haqusta dadka kale shirkiga ku dhaca qofkii marka shirki ku dhaca amalkiisu waa buri salaad waan sixime saka waan sixime soon waan sixima marka qofku waa inuu cadawga koobad u qoonsada shirkiga waa inuu balaana koobad u qoonsada waa inuu shart koobad u qoonsada هل ينفع العمل عمل وحمطرة مع شرك شرك لجركيس الجواب الرابع والثلاثون جواب كصدن يافرية لا ينفع العمل عمل وحمطرة مع شرك شرك لجركيس لقول الله هذا الكيس والدليل تعالى الله واسر إياه عن الأنبياء النبيالك اللي وقو كيري ولو أشركوا حتى شرك كل إلهي النبيالك لحبيد عن الحق وذوحة كبر لها ما عمل دمانتس كانوا أيهاية يعملون قوة سمعية وقال النبي داوود صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وحديث القدس لازم انت سنه تدرت ما بيقى حديثك الله كوري ما الله يري انا اقنى شركاء هذا الكاس الله يري مركه واحد لو هاي ما نسيت حديثك كسوغن يا وقال النبي داوود صلى الله عليه وسلم قال الله الى وحي تبارك وتعالى الكاس الدليل ق
قال الله تعالى ابي نبي ذا وحي انا اقنى الشركاء نبي ما دين انا اقنى الشركاء الله يري مكاسو كسوري الله يري هذا كان وقال نبي وحي صلى الله عليه وسلم قال الله لا وحي تبارك خير كسبت اله وتعالى الله واسر اياه الله وحي انا انيغا اقنى الشركاء انت وحدك كانوا قني سنان عن الشرك وداغا كديقتونا انيغا هو وحي اسكو درا وكان ديقتونا ila makhluuq wa baahin di qof la yiraahdo qofkaas waxa la leeyahay baabuurkaas ama hashaas ama se lacagtaas ama gurigaas wuxuu leeyahay noo qayb imisa xisaab igu soo aad ila kama marmo wa baahin qof laakiin allah wa qari ma baahna maadaama uu qari yahay hadii ibaadadii id kale loogu daro allah la wadaagimo waxa wax wadaaga ahad baahan allah wa qari ibaadada asaga qof u samaydo asaga waxuma aadan tari laakiin adiga waa ka sawaabina ilaahay na raali u ka noqona hadda uu sameey diida id kale iyo asaga isku doorto faqira wax wadaaga ilaahay idna wax lama wadaago ilaahay markaa wuxuu ila ana aniga aqna shuraka inta wax wadaagta kanu qanisana ani shirki wadaag ayaan ka deeqtoona hon qanika inaan id wax la wadaago man amila qaf alla tabki amal fala amalan amal amal kaaso ashraka u wadaajiyay ma aniga la jirkeeyga fihi amal kale isa gairi ariga qeyrki amal uu igu daray qeyrki taraktuuh wa ka tagay ilaahay wa shirka wadaagisana ka tagay amalkaas inaan wax ka wadaago wa ka tagay marka qofku abdu ilaahay qeyrkiis aagudayo allahna uu aagudayo ibaadadi waa qaybiyay qaybta uu leeyahay allah aagudayo ma ka ansix marka waa mushrik gaal ah ilaahay qeyrkiis aagudo ma ka ansixan qaybtaas rawaah muslim hadith ka wariyay ashirku asghar hada mahallu halkaan waxaan ka galeynaa shirkiga asgharka shirki asqara marka lagu leeyahay macneedu ma aha waa dambiya ee waxa loo jeedaa wuxuu ka yar yahay midkaas ka horeeyay sifaadiisa waxa kamid ah qofka ku dhinta naartu ku waara sifaadiisa waxa kamid ah qofka sameeya amalkiisa dhan waa bure qofka sifaadiisa waxa kamid ah islaamka uga baxa qofkaas waa gaaloba marka shirkiga aanu kaas waa ka yari waa ka yari marka waa kaas uu ka yari dambi sidiis u yar maaha tusaale waanagii darsigii hore nire hadii lagu yiraahdo nin oday ah oo 95 jire iyo mid 112 jire hadii midkii 95 jire lagu yiri hebel hebel uu ka yar yahay macnaheeda loolaba jeedo waa qof yah ma loola jeedo hebel waa mid yah ee waxa loola jeedaa marka uu hebel la fiiriyo uu ka yar yahay hebel uu ka yar yahay loola jeedaa ee loolaba jeedo sidiis uu yar yahay ما لولا جيد اي اون هبل marka la fiiriyo ka yiri intaas loola jeed marka shirkigan kii hore marka la fiiriyo ka yiri ee sidii suu yiri loola ma jeedo ashirku shirkiga ala asqaru ee yar hada mahallu ma shana mesh loo gaad laayo as-su'al al-khamis wa 30 su'asha sadan ya shanayda ma huwa shirku al-asqar mihuu yahay shirkiga yar ma huwa shirku al-asqar mihuu yahay shirkiga yar al-jawab al-khamis wa 30 جواب تصدن يا شنايدا الشرك شركك شركك على صغار ويار هو الرياء واستوسوسك استوسوسك قف كان عبادة أسر كده الله أصمينا إكل أصمينا مركو أصمينا أي أيو ضدعك مركز عبادة حوغا سيقو حينا أول وقت تكاي حوغا صلاة وفوذينا ضدع صوغا لأي مركز حوغا قو حينا ركوغ دا دار سجود دارينا قراد قو حينا قف كان القرآن وقسينا يدادو أركي مركز القرآن كأتك أد أسمعنا وسينا يدادكو هكوب بوغي اسم لها قرآن كسي الصحة وآقري ضدكونا هكو خشوع يعني هتو ساس يسير هوا معنى كلا شرك معنى لكن هاللغو بقى قرآن كقف أدو قصية قانا هاللغو أركو دو سير هذا واشرك واشرك صدق اللي بحينا مركا سوق ملي هاي هلو يراد هو صدق بول شنتي سفرات اسمه جارتو وقف أدو حب بحي هلو يراد يسلي مركا سوق ديبا ولي وارنتا سانا إليو بحي شرك كاسا وحالي را رياع استوسو زالي را أساق قف إسلام كوغا بحي مامد كان naartan haddu kula waarima aamaashu sameeyo danna ka wada burime laakin amalkaas uu istususka ku dare kaas bise ka bure du salaadeedo salaadta uu qurxiyo dadku ku arkeen salaadaas bure haday ahad sadaqo uu dadkan ku arkeen u gashay sadaqadaas bise ka bure aamaashu kale ka burime marka sadex uu ku qilaafsan aamaashu dhan wada burima midka uu ku jiro riyaabo kaas kale yahay bure tan kalena islaamka uga bixma qof tan kale tan naarta ku waarima laakin ciqaab iyo naar waa mudan marka ashirku al-asghar huwa riya wa istususka
قال تعالى الى وغيري فمن قف الله قفك فمن قف كستا او كان هذا يرجو مترجين اللقاء ربي فبس لكلنكيس قفك دمع وجيرو او سلمانك الهي لكلنت الله كون عريستو فليعمل عمل فلو عملا عمل عمل صالحا ونفسا ولا يشرب يوسا لو باكين بعبادة ربي ربكيس عبادة نيسا احدا قفنا قفنا يقدر عبادة الهي كو عاملة قفا يسكون مخشين قفا يسكون توسين وعدو قدر وماشا قدر ما بطا لغا قلو شايدانكو مركو ملك لكو قيوة ايو خياق اسو كاقرين وعدو مركا وعرين تقو قطرسا وعرين تقو ربعين ادلاد قلو ولذا ساس دراد سلفكو عمل اي سماي كران اياقون باد اركين ما سميشين ايضو الاركا اعماش اي سماي كران اياقون الاركين وحيك على اني قرصدا سلاة الليل صنك السنة صدقة السنة اذكارت وحاصر قاعد الأسامية الصلاة دي واجب كان أيضا بس يتكين أطغطاء لغارة كالغا ما سميكرت دي مال ضد مسلم جوغان مارك داعاتك كالغوط أي سميكا روابقا ستشري سي عن شايدانك ودقو جهلي سيستر تيدا مارك صد عمل كالغا قرسكر توالا قرسدا إلهي وينو وينو كله أغادا صدقة دادا أذكار تادا بريا دادا وحوين صنك السنة صدقة السنة صلاة السنة سيستر تيدا مدن محمد يلي صلى الله عليه وسلم صلاة السنة oo kuwa jamaacada lagu tukado ma salaadaha sunnada sida raatibada salaadaha ka horeeyda ama ka dambeeyda salaadaha salaatul leelka salaadaha sunnada guriga lagu tukado ajar badan masjid ila ka ajar badan haayele kriyaani ay ka fugt ay ka fugt faman qaf alla qaf fi kana hada yirtu midra jeena liqa rabbi rabbis la kulankiisa qofki rajja ka qaba rajada laba macna lagu fasira bana qofki naxariis rajeena maalku ilaahay la kulmo iya qofka cabsina lagu fasiraa qofka cabsi maalinkaas ka cabsana faliya amalha amal fara amalan amal amal ko salihan wanaagsan wala yushrik yusan lawadaachin bi ibadati rabbi rabbis aabudda u aabuda ahadan qofna yusan ugu dari wa qala nabiyyu xudu sallallahu alayhi wasallam in akhwafa ma aqafu wa an kabaqa kan loogu cabsi badan yahay alaykum kurkiina ashirku asru ashirkiga yahay إن أخوف ما أخاف وحن كبقى عليكم كركين وبقى كان أقول عبسي بضان إن أخوف ما شيق اللوغو عبسي بضان يهي وأخاف عليكم كركين أن وبقى الشرك الأصغر والشرك غير سأسوا النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر والشرك غير إن أخوف ما شيق اللوغو عبسي بضان يهي وأخاف عليكم كركين أن وبقى الشرك الأصغر والشرك غير الشرك الأصغر الرياء الشرك الأصغر شرك غير الرياء وإسوسوسك الرياء الذي يقول هم سيد وخبرك الشرك الأصغر شرك غير الرياء وإسوسوسك صحيح حديث صحيح وحديث صحيح رواه أحمد أيها ولي ومن الشرك الأصغر شرك غير وحاكم ذا قول الرجل قفك هذا الكيس أولا هذا لولا الله وفلان هل يا ربي هدي سنجري لهي واجرا صاصا يقول لي على طبعا حق يا ربي هلي لهي واشرك هذا حق وقدر يا ربي ها انا ولي يا حبان حق يا ربي ابو باجي صاصا يري دونا وار حق دي الله كرغي سو باجينا ربي ادو دونا كرغي سو كوغو باجينا حدو سن دورين ابو باجينا كرغي سو سوتينا حق وحلم وداغان الله وادوما الهي حدين حق يا ربي هدي سن ابو باجي حدي shirki ka kamita asarka matraba maanta hadana rag iyo rabbi heli lahayn diba igu dhici laha atraba waa rag iyo rabbi wax ma wadaaga waxa wax ka ayshay waa rabbi haga marka ka daba mari waxa atraba rabbi hadana heli lahayn maanta ma badbaadin kadibna ragas aan heli lahayn ha ka daba mari ha isku daari labadood rabbi ya ku badbaadiyay ragaan alla sabab kaaga dhigay ayaga u abaal gud ummahak eli laakin ogow rabbi ina wax la wadaagay ومن الشرك شرك وحكم من الشرك الأصغر قول الرجل قفك الدهديس لولا الله وفلان وفلان أبلغ نتوه قده تنوين الثاري وين قده الله يتعفن هذا الكلام الدهدي لولا الله الله يو فلان هذا اللي أنتو سنجري لهين لكان كده وكده معنا جوابك اللي هو ديدي لولا هذا جوابك ديدي لحد أما أتراب أو أمسي ما شاء الله وشيت haddi allah ya adigu aad doontaan atir qof aad leedahay adiga iyo allah aad doontaan war haysku midin war ma shi aad doonka
midda allay hoos timaad allah tu doon arintu wasu'e markaas tu adoon ku doona hadaan allah doonina adoon ka doonisiis ma wasu'e ah wa ma tashauna illa in yasha allah marka waa qala isku dhin isku xaqin labadood wa qala nabiyyu khuri sallallahu alayhi wasallam la taqulu hadhihina ma sha allah wa sha fulan allah yahdi la tu doona hadhihina hadhihina waa wa isfaraatina waawdu musharaka kaanta mutlaq al-jam'i loo adeegsada ah limutlaq al-jam'i macna leh loo adeegsada musharaka mutlaq ah kaanta ilaahi iyo qof kaano ayaa ash-shirka uga dhigtay mashiicadi la taqulu hadina ma sha allah wa sha fulan allah yahdi la tay doona walakin qul wa hadraada ma sha allah allah hadu doon arinka saasu noqona thumma sha fulan kadibna hebe u doon hayle mashiicada allah le marku alla doono mashiicada adoonku waa taxta mashiicada ilaah ad alla doonayo kadib adoon kaana doonay markaas ay arintiisu socay hadaan alla doonin adoonka mashiicadiisu ma socaydo wama tashauna mid dooni kartaan ilaa insha Allah alla inuu doono maahan sahihun hadithun sahihun wa hadith sahiha rawahu abu daawud ayaa wariyay as-su'alu 36 su'aasha sodon iyo lixayda hal yajuusu ma bannaan yahay al khalifa lugu dhaarto bi qeyri la allah qeybtiisa lugu dhaarto ma banaan oo la yiraahdo waxaan ku dhaartay aabahay hooyaday ku dhaartay intaan dhalan ku dhaartay waxa way ma banaan kacbada lugu dhaarto alla in aan ahay lugu dhaarto ma banaan malak lugu dhaarto ma banaan nabi lugu dhaarto ma banaan dad badan waxay ku fidinadaan nabi ku dhaarta qaar aabayaalkooda ku dhaarta intaan dhalay allah wana arag aabahay allah wana arag hooyaday allah wana arag inta jecel allah wana arag uley waxaasoodana ku dhaar هل يجوز ما بنايا على حلف لو دارت بغير الله الجواب 36 جواب صدن يلي حيد لا يجوز ما بنان على حلف دارش بغير الله لا غير كيس لو دارت قال تعالى الى وحي قل لما بدا سبن بلا ورب رب كان كو دارت لا تبعثون دد ولا يسوبخينا تلين سوبخيو اخر الى لين هركينا رب كو دارو الى الهي نبي نبي الى وحي واحد ترى ورب رب كان كو دارت رب كان كو دارو وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حرف قفك دارت بغير الله الله غير كيس قفك كدارت من حرف قفك دارت بغير الله الله غير كيس كدارت فقد أشرك قفك إلهي وشريكيا فيري قفك إلهي غير كيس كدارت الله وشريكيا الله لغو دارت شري دارشال الله إسكالها تعبين يوينين ولغو دارت الله لها هذا إدك لكو دارتو إذا سكروات وينيد وينينت الله كلمة شبهنا نبي وحيري صلى الله عليه وسلم من حلف قفك كدارت بغير الله إلا غير كيس فقط أشرك إلهي بأشريكي إلي صحيح حديث صحيح وحديث صحيح رواه أحمد ياوري وقال النبي وحيري صلى الله عليه وسلم من كان قفك هذا حالفا مطارنا فليحلف بالله الله كدارت أو ليصمد هديك لها آموس متفق عليه من كان قفك هذا حالفا مطارنا فليحلف بالله الله كدارته أو ليصمد حديك لا يسكى آمس متفق عليه قفك دارنا الله كدارته حديك لا آمس أو داري هكدارن مخلوق فكمبنا أنا مخلوق إنه كدارته وشرك التواصل تواصل إيا وضلب الشفاعة هذا محل التواصل تواصل إيا وضلب الشفاعة شفاعة للضلبه هذا كان محل ومشي لو قاعد لي هل كان عن كدلينا مثلا لا التواصل هي شفاعه دار اما لها شركه ودك كسو غلو او تواصلك غبلنا وا بنانيه غبلنا ما بنانا بك ان كلا اقول marka wa iskaga qasma marka say midki banana iyo midki aan banaayn kala gara waayeen marka say midkan banana ay ku hadla oo ay ku dhaqma marka say baadiyooda السؤال 37 سؤال شصدن يتضبيضا بماذا نتوصل إلى الله نحن إلهي أتوصلين نحن إلهي أدوارنا توصلك وأدوار شده إلهي نحن أتوصلين وحن ربنا إن لك أقبل بريدين نحن أدوارنا إلهي أتوصلين سي بريد إلى الله أقبل بماذا نتوصل إلى الله نحن إلهي أتوصلين الجواب 37 جواب تصدن يتضبيضا التواصل تواصلك تواصلك الجائز بنان والمطلوب واي هذا هو الجودة والمطلوب الجائز أيك عطفنت التواصل تواصلك تواصلك الجائز بنان والمطلوب تواصلك الذي سكت دونه هو التواصل وتواصل
بأسماء الله إله مرعيالك سلغو التواصله وصفات إله التلماميه سلغو التواصله والعمل الصالح عمل وناك سلغو التواصله تواصل كبنان وصبه إلهي أسماء دي سي صفات سنتخو التواصله مرعيالك إله وحكم دع الرحمن وعرط برياض إلا أقبله مرعي سدخو برياض يا رحمن ارحمني الله الله نحريص تبلارن كو سيفاي سنو اين نحريصو الهي معيات في سوحه كبيد الغفور وادكو توصله وحره تبريد ان لا اقبل الله دغ دوهنا مغيس مقاس خليها باهي يا غفور اغفر لي الله دمي داف كبدنو اي دمي داف وحا كلو لو توصلا عمل كصالح قد لو سميده ايمانك على الهي كوميده شعائرك ادنابك عشاء صلى الله عليه وسلم شعائرك اولياء الهي اد شعشه وحقك وادكو توصلك حالا بهاي إلهو تعال كان كتشعلها إلهو تعال كان نبغى تشعلها إلهو تعال كان صالحين تأوليد سيد أبو بكر يعمر أتشعلها إلهو تعال كان يقولنا حريص الله نبغى كان يقع أذير وعمل صالح أدو لطين ربنا آمنا بما انزلت وطبعنا الرسول فاكتمنا مع الشهدين إلهي ربنا آمنا بما انزلت إلهو وارهمين الدين كتسود كذي إلهو الرسول كصادر تان راعمين إله هو بري لك كرامة قيامة أو برقاتيالك يقول نقضة إله نقضة سهل سهل إيمان كاري عمل كاري صالحة إله يقول توصولي كارتا توسك الصدحات قف صالحة والنور إنت أتماده إله إيباري يدني كارتا إله إيباري دانتاس عن الله إله يو ربي دانتاس أولي ألم الله إيه أكبر الله وكو توصولي كارتا صدح راسا برنا توصولك برنا صدحة التواصل توصل كالجائس برنا والمطلوب متك للدونة هو التواصل وتواصل بأسماء الله إلهي مرعيالك سلغو التواصله وصفات إلهي التنامي سلغو التواصله والعمل الصالح لغو التواصله الله بغير كان كوشي يقول بنانا أسماء إلهي صفاتي سوى ميت بنانا عمل صالح أدوه السماء دينا وميت كلا بنانا ميت كلا تنساكين الدون الصدحات أو بنانا قال الله إلهي وحيري تعالى إلى واس الرياح ولله الله وحرص الناضي الأسماء مرعيالك القسنة وناك بضان فتعوه الله بريا بها مرعيالك كبريا فيه إلهي مرعيال وناك بدل ولي مرعيالك أسكبري فسقي يا ربطة يا رزاق ارزقني إلهي إنك إلهي يا ربطة يا حفيظ احفظني مرعيالك أسكبري إنك ود مدافعة مرعيس السوق هذا يا غفور اغفر لي مرعيالي أسكبري مرعيالي أسكبري ولله الله وحرسنا ذا على اسماء مرعيال الحسنى وناك بدل فدعوه الله بريا بها مرعيالك أسكبري وقال تعالى يا وحيري يا أيها الذين ضدك آمنوا حقا رميينو اتقوا الله الله كبقى وابتقوا رادية الوصيلة وحد ودواتان إليه إلى الله إيمان عمل صالح الله ودواتان إيمان عمل صالح وصيلة واصل صحابة التابعيال كدمان مفسرين تسير فساس يكون إجمعين مركز ضد أهل الضلالة الدب كيمي أعوحي كأنك وصيلة أولياء إله أسي مرة إله بوتين لهم تاني كرام بقر كبا أدو وسير كوودين اسكغما جاري كرتي إلهي نبوتين لو متي كره أولياد إلهي متوصله والضلال وإلهي يمرحوينه جائر اللي اسكو شبه مدحوينهان جهلي يا هيستا ساستر تيدا قف كباهن شعب كيسا كميدا ما اوغا كرو حدا لو سو شيغي او وسيرك يا ددك او غلغلا دين ورقف دباطه اذا كاس جو لكن إلهي ملكو سو جوبتو وا كو اوغي ها الله وامدنا حريص فضان دكي صدنا نحريص فضان بقر كان عدان لقلقال ده وقف كان قوقب كون حريصا وامحي واحد يسكو شبهي ده سبحان الله وامحي واحد يسكو شبهي ده يا أيها الذين أطادك آمنوا حقا رميينو اتقوا الله الله كبغا وابتقوا رادية إليه إلى الله الوسيلة واحد قد دواتان وأه الإيمان والعمل الصالح اي تقربوا قد دواتان إليه إلى الله بطاعة الدعي الديسة والعمل إيه إنه عمل فشان والعمل 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 مهم بطاعتي كوعد فانتا والعمل الربا اي تقربوا قد دواتان إليه إلى الله الله بطاعة سجل الدعي الديسة والعمل إيه إلا سمعيه بما عملك يرضي بما عملك يرضيه إلهي رالي قرينة يرضي والقود أيهد عمل إلهي رالي قرينة وحوين سمعي يرضي وإيهد والقود رباعي يكيم أي تقرب إليه الله أقول هذا بداعة الله دي عديسة إيه والعمل إلا سمعيه بما عمل يرضيه إلهي رالي قرينة ذكره معناه سوحا شيئين معنوه سيداسي هاي ابن كثير نقلا سوى كصور راي عن قتاد ابن دعام
وتابعي اه وعرضي صحابه الايه ايته من سوره مائده كمت الايه ايته من سوره مائده وايته صدن يشانه سوره المائده. وقال النبي وحير صلى الله عليه وسلم اسقوا النبريا ان الهي مغعيدي سكو بارين مغعيدي س الهي لو بريو ايو النبي نبر ما كسو وحير. وقال النبي وحير صلى الله عليه وسلم اسالوك الله وكويديسا بكل اسم مغع كستان كو ويديسا او هو مغع اسلك اديكا كو سناده مغع كستا او اتلاد هاي ان الهي كو ويديسا او كو بريا مغع كسو ليدان كو بريا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اسالك الى وحن كو ويديسنا بكل اسم مغع كستا مغع هو مغع لك اديكا كو سناده صحيح وحديث صحيحه رواه احمد اوري. إيه وقوله نبي قول كيسا صلى الله عليه وسلم إيه وقوله نبي قول كيسا صلى الله عليه وسلم نبي وحو كويل للسحابي سحابي الذي السحابي سأله النبي ويديستي مرافقته إنه الله رفيقه نبي الجنة تجنده وكل رفيقه سحابي النبي أقدمي النبي يري وحي ويديسه نحن نحن حاس لهين وهي حاس إيبس إيه بقارة السي إيه وحيالة حاس inu yiraahdo la rajaynay ma dheena waxa waxan ku weydiisana in aad ilaahay iiga barido in aan jannada adiga kugu la rafiqo muslimi tii maxamed ku taala inu yiraahdo rabbi iiga bari ah ma aan adu isii nadu jannada suma bixiyo rabbi iiga bari ah rabbi iiga bari inu jannada inaan kugu la rafiqo saas weydiisay marka saxaabigaas ah ma diga sidan soo taxto ku yiri أعني إيغو كالمي على نفسك نفس الدادة بكثرة السجود سجود اللي بدين تهي سجود بدي صلاة سنة أتو بدي إلا سنة بدي وحي كين الدرجات هكا كان هذا أدقى إنو كل كحو والدرجات ما بير عدير سنة الدرجات دي سنة أدقى أسر رأيغا سيمرك الدرجات فريق أدو يشو ودنبي قول الرفيق دو سنة بدي أنا وكود عين الله كبرياه أعني إيغو كالمي نبي قول على نفسك نفس الدادة بكثرة السجود سجود بدين تيدا اي الصلاه اي الصلاتي الصلاتي وي والله هوس ديغا ما بنانا ان ليرا الصلاه حايله وحا لوو فسيريا بك السجودي على فسيرا اي دان تفسيريا ليرا قاعده اي باسكلابا قاعده تشفي العليل من العلل من بعد اي عطف بيان او بدل الارادة قاعده قفك جيرك عافده اي وحكا دمبيا وعطف بيان اما هو بدل وحكا هرهي سجود اكا هرهي داد كاسا لغا بدل اما لغو بياننا حد بدل كي يبيان كونه وحكا هرهي احرابك كون راقل مركا اي سجودي وحسن انتا اصلاتي اللي اي صلاتي وهي صلات دونا من العمل الصالح عمل كوناك سنة كمتا رواه مسلم اولي كعمل كصالحة اقف كوكوتا وصوه الربا انشا نادا درجة سنة وكوه ويجوس وحا بنان التواصل تواصل بحبنا تعال كيغا ان الهي هو تواصلنا للرسول ان تعالنا هاي والاولياء اولياء ان تعالنا فبناي وحب الله الهي اللي تعالى شديس ان كنت تواصلنا ساس اوكل بوت وغا عبارتان وحير سيدان انو كبدلا في عنيد لكن سيدي داس ان كودينا ساس اوكل بوتين مردي سيدي الله اقرا ويجوس التواصل ان لو تواصلا بنان بحبنا أنك تعلان شبيدا أن تعلنا هاي للرسول رسولك إيا والأولياء تعالك أن رسولك إلهي تعلنا هاي تعالك أن أولياء إلهي تعلنا وعمر صالح أن سمعنا مركا يلقوا التواصل هذا النانت إيا وحب الله الله لا تعلان شديس إلهي تعلان شبا أن أنك تعلنا هاي وي. إلهي لا تعلان شديس مستر المضاف إلى مفعولية كذلك تعالك يجا أن رسولك إيا أولياء تعلنا هاي شعائر كيجا أن الله تعالى إنه توصل بنا أعطي إلهه شعائر كأن أولياء النبي تعالى هاي إلهه قاي كاسوسي شرط سن إيجعلي إن أعطي هذا إلهه شعائر كأن كتعالى هاي إلهه قاي كاسوسي شرط سن إيجعلي صلوا توا شعائر كأن الله تعيشه وعمل صالح وإيمان شعائر كأن النبي تعيشه وعمل صالح وإيمان شعائر كأن أولياء تعيشه وعمل صالح مركز شعائر كسوال توصل كرا وكقصة أصحاب الغار قد كي بك أصحابك قصدودي أو كلوي الذين بدكاسو توصلوا كتواصلين بأعمال أعمال شودة أعماش الصالحة ونكسا وففرج الله إلهي كفيد عن حقودة صدح أحايا صدح أي أحايا
marka waa ay tageen marka god buur ku yale gale goday ku gambadeen oo balqa dhaxanta yeyna ka galaan dhagax weyn aan ta soo daldalo godka afkiisa isku aadi wax riixi karaan la marka yahay ku qaadi karaan idla joogto ka qaaday dar male marka xaalad qataa hadareen oo hadaan ilaahi uu san nasrigiisa u keenin meesha ay ku baabacayaan markaas waxay raadeen wax maanta naga faydaya lama arko allah ahayn qof walba oo amaashi uu sameeyay ilaahi dartiis u sameeyay amalka loogu rajay badan yahay in la aqbalo ilaahi ku bari mid kamid wuxuu ilaahi ku bariyay wuxuu yiri gabadhan hadda ka hor zina weydiista ilaahiyo waa isku kaydiid gabadhii waagi dambe abaar ku dhacday ana qani aanu hantiila aha markaas ay timiday tirooni oo faqriga ugu dhacay wax isii markaas aan idii dahabkaas aan ku siina laakiin isku kay ogolo markaasan daran hayda baahir iyo joog weydankaas ay aqbash markay lacagtii qaadato deebki iga qaadatay aniguna aan lugaheeda dhex joogo ay tiri ilaahay kabba oo waxa weeyaan gabadhaas waxaan ahay bikrada ahay ugu bikray jabin xaaraan markaasan ilaahay dirsi uga tagay ilaahay iyo haddaan xumaantaas darta uga tagay maanta dhagax naga qaad gasaar dhagaxi dhaqaaq la waa camal weyn oo ilaahay u sameeyey qofkaanu midkii kale wuxuu yiri ilaahayo hadda ka hor aniga laba waalidaan lahaa baaryaan waa waalidkaas waxaa dhacday garaba xoolihii sooki ila dheeraado habeenkii aan soo dheelmaan xoolihii keenay haddaan keenay waalidkii hurdayaan u imid markaan u imid caruurtiina way booyayan way soo jeedaan weligayna waalidkii aanan wax siin caruurtayda wax ma siin caanihii aan ku soo lisay weel koraan u hayaa waalidkiina waa hurdaa caruurtiina lugahaygay ka booyayaan waalidkii inaan kiciyo waa ka xishooday inaan caruurtayda wax siiyo waalidkayo qasanna waan ka xishooday weega igu baryay anoo taagan markaasaan waalidkii siiyey caruurta anoon u dhiibin allow haddaan dartaasaas u yeelay maanta dhagax naga qaad kasa dhagaxi dhaqaaq kii kale wuxuu yihi ilaahay uu shaqaala ii shaqayn jiray shaqaalihii ii shaqaynayay midaa mushaarkiisii ka cadhooday maalinkii dambe warkaala iga qaado maya yeeli ma hebel ma hebel maxaa intaas u siiday war hebel shaqa ku milid adiga intaad igula heshiida iga qaado waa iga tegay markuu iga tegay lacagtiisii maalan cunine waxaan ka baxshay xoolo waa barakobin arib badanay noqdeen tog dhan buuxa geel tog buuxa addoommo ilaaliya aan ka baxshay xooliyo tiradii ka batay maalinkii dambe busaare iyo faqri ku dhacay kiil ka cadhooday shaqada waa dambe markaas uu siiri waagi ninkii aad maalintii u shaqeyday mushaarka u doono isagoo socda u yimid wariyaha waagi xogaag yarkaa maalintii aan ka cadhooday isi kaasaan idiyu yiri wax alla wax halkaas ka muuqday xoola ah iyo addoommada ilaala adiga leh ee kaxayso markaas yiri war haygu cayaarin haygu jeesjeesine waxaygii yarkaa isi markaasaan idiyu yiri kugu jeesjeesine waxaan dhan adaale kulli waa kaxayso yiri hal neef iima reebi isaguna ma ogeyn oo i weydiisan mayn laakiin adaa i ogaaday cabsidaadan saas u yeelay allow haddaan cabsidaada saas u yeelay allow maanta dhagaxaf wareejinkaas dhagaxii wada tegi kaas iska bixin markay saddexdoodu waxay ilaahay ugu tawasuleen acmaal saalixood sameeyeen marka camalka saalixood samaydo ilaahay waa loogu tawasulaa wa ka qisati asxaabi lgaar gaar kuwa godka buurta ku yaalay godkii dadkii u saaxiibka qisadoodoo kale alladiina dadkaasoo tawasaluu ilaahay ugu dhowaadeen bi acmaalihim acmaashooda asaalixati wanaagsan oo fafarraja allahu